ما دام الريموت كنترول في ايدي اقدر اغير للمحطه اللي انا عايزها. قولي لي بقى، هتشوفي عبد العزيز امتى؟ بس تأمرني يا دكتور. ضروري تشوفيه يا نورهان، تطمني عليه وتشوفي السوق عامل معاه ايه، ما تبقاش الحكايه مجرد بتنزلي له بضاعه وخلاص. اصل انت بقى هيك بهالشغل. خير، كل خير يا نورهان. بس دكتور انس مصر يعرف عبد العزيز من وين عم يجيب هالبضاعه. خليه يلعب هو والآخر، يعني انا عارف كل اللي بيعمله. بالعكس انا عايزه يعمل شغله على اتم وجه. طيب وبركي عارف انه انا اللي عم بعطيها البضاعه كلها، شو بيصير؟ يصير اللي يصير. الله. لو عبد العزيز طلب منك بضاعه نزلي له، ما تبخليش عليه. طيب وشو غرضك من هالموضوع؟ يعني شو رح تستفيد؟ بنشجع الشباب. انت خسرانه ايه؟ مظبوط، لازم نشجع الشباب. هنيك قلتيها اهو. امال عبد العزيز اصله خامه طيبه، ممكن نشكلها ونطلع منها حاجه كويسه، وده اللي انا بعمله دلوقتي. بس يا الله انت بعدك مفكر حالك نجم وبدك كل هالكواكب تبرم حواليك. يا خوفي بقى، انت حابب تكبر تكبر يجي شن هيك تقشط ويقلب اسود. انا مش فاهم اي حاجه من اللي انت بتقوليها. لا بس فهمت تقشط. كل التخطيط بيبوظ، كل حاجه بفكر فيها بتتنفذ بخباء. انا مش شغال معايا ناس هواه ما عندهمش اخلاص ولا احساس بالمسؤوليه. يا دكتور قادر يهدي نفسك، الحكايه مش مستاهله ده كله. مش مستاهله؟ المشكله معاكو بتتحول لمليون مشكله، بتفضل تكبر 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 لحد ما تبلعنا. استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله. البلد بقت زي الارض البور اللي معشش فيها العنكبوت والبراس والغربال، وكل ما نيجي نطهر نفشل. كل شقة بقى فيه تعبان. انا خلاص بقيت رفاعي بيطلع كل التعابين دي. انتوا مش حاسين بحجم المسؤولية. خلاص بقيتوا زي الجهلة اللي لازم نحننهم بلقمة. ما انتوش فاهمين احنا بنعمل ايه. اسمع يا انس، اللي عايز يشتغل معانا بقوانيننا اهلا وسهلا، اللي مش عايز يشتغل معانا بقوانيننا يبقى يمشي، يبقى ملوش وجود. التطهير التطهير يا انس، ان شاء الله نحرق الزباله كلها بجاز وسخ. يا فندم ما سعادتك اللي رهين طالع انه يجي وما جاش. عشان انت طري ما عرفتش تقنعه، عشان انت بتجري ورا نزواتك، مش عارف تسمو فوق نفسك وتقدر المصلحه العامه. ما دام قلت يجي يبقى هيجي. انت كده بتشتغلي صح يا نوران. انا عم بعمل مثل ما بدك يا دكتور، بس صراحه ماني فاهمه شيء من هالقصه. مش مهم تفهمي، المهم ان انت تعملي اللي انا عايزه وتنفذيه بالظبط. وبرايك يعني عبد العزيز رح يجي بسهوله راكع؟ هيجي راكع وساجد كمان. ما تشغليش نفسك انت بالحكاية دي، المهم انه يفضل مطمن لك وحاسس ان ليه ظهر مقوي علينا. بصراحة انا قلقانة شوي انه بس يعرف عبد العزيز انه كل هالمنيح اللي عم بعمله معه والابداع اللي عم تنزل مش من قبله ومن قبلك يا دكتور. وايه اللي هيخليه يعرف؟ احنا عايزين يفضل على طول كده مش عارف وفاكر ان البضاعة كلها بتاعتك انت يا نوران. بصراحة أنا كل ما أجي أفكر بهذا الموضوع ما بلاقي حل. وليه تفكري وتتابعي دماغك بالتفكير؟ أنا عايزك تشتغلي وبس. وإحنا صغيرين كنا بنلعب لعبة سخيفة قوي، كنا نصطاد عصفور ونربطه من رجله وبعدين نسيبه يطير في الهواء ونرخيله الخيط، وبعد ما يطلع في السماء ويحس انه هو خلاص بيرفرف في السماء وانه فلت من ايدينا، نقوم ساحبين الخيط تاني ونرجعه تاني في ايدينا. وحاجه من اتنين، يا اما يفضل عايش على امل انه هيرجع يطير تاني، يا اما يموت واحنا في نص اللعبه. بس شو قاسي هاللعبه؟ ما انا علشان كده قلت لك انها لعبه سخيفه. الله يسامحنا بقى على اللي عملناه في العصافير، انما الضرورات تبيح المحظورات. عشان تعرفي انت غالية عندي قد ايه يا نورهان، كنت ممكن ابلغ الراجل الكبير
اني شفتك في المعرض مع عبد العزيز، كنت خارجه من عنده بس ما رضيتش واحتفظت بالمعلومه لنفسي. شو اللي منعك؟ ليه ما خبرته؟ اصلا اذا بدك تخبره فيك تقله، ما عندي مشكله. يعني ايه؟ مش همك الدكتور ولا ايه؟ انا ما قلت هيك. طب سيبي بس الزفته ديت، ما فيش ست محترمه بتشرب شيشه عادي. هو انت بتقيم الاحترام كيف يكون؟ على فكره احنا مش ضد الحريات، بس انتوا فاهمين الحريه غلط. طب يلا فهمني كيف تكون الحريات؟ خلينا في الشغل احسن. ما زلت تفهم بالبزنس، تفضل احكي بزنس. انت عارفه الدكتور قادر لو عارف ممكن يحصل لك ايه؟ مستوعبه ولا انت فاكره الموضوع بسيط؟ عن الشيشه يعني ولا ايه؟ الشيشه وغير الشيشه. خلي بدماغك انه ما حدا له خصه بعلاقات الشخصيه، واذا كنت جايبني هون بس عشان تهددني ما كنت وفر على حالك ودق لي وقولن على التليفون، مش اسهل؟ ماشي يا نورهان، يبقى انا بلغ الدكتور بقى ويشوف موضوع الحريات ده كان يفرق معاه ولا ما يفرقش. باشر.